توسيع في نقط ديال الماء من الابار ونقط تريد الماشيه وكذلك ديال السقيه ديال الاغراس. وهناك كذلك جانب ديال فك العزله على الضيعات الفلاحيه وعلى الدواوير واللي فيه برنامج يعني جد طموح ومهم بالنسبه للمسالك القرويه، وجانب اخر اللي كيهم جذب الشباب ودعم الشباب لاستثمار في القطاع الفلاحي والتأمين الفلاحي وكذلك الخدمات الفلاحية، اللي فيه يعني واحد الجانب ديال التتبع، واحد الجانب ديال التأطير والتكوين وكذلك خلق المشاريع المدرة لدخل الشباب وكذلك النساء. شكرا معي وزير.